في تفشي كتير كبير بالبلد، فأكيد الوباء خرج عن السيطرة بالموضوع هذا، خصوصي أكيد للأسف مع فترة الأعياد اللي صار وعدم التزام المواطنين أكيد بهذا الموضوع. هذا الشيء خلى الأعداد تزايد بشكل خطير جدا، وهذا الشيء رح يؤدي بالعشرة أيام اللي جاي أكيد لتزايد بعدد المرضى اللي بدهم عناية فائقة، والمشكلة الأساسية أنه المحلات صارت محدودة جدا. كنا متوقعين انه يسكروا البلد من بعد الاعياد، لان هنا عارفين انه العالم مش رح تلتزم بالاجراءات وبالتوصيات، انه العالم ما تلتقي، ما يكون في اكثر من 5 اشخاص، وفي استهتار، وفي من العالم ومن الدوله. يعني العالم اخذها لعبه القصه، العالم عم بتموت، العالم عم بتموت. في مين بفكر لك انه اللي ما انصاب لك اشاعه، اذا صاب خيه او بيه بيصدق، او اذا هو انصاب مرض كثير وباء فتاك لدرجه كبيره.